أيمن بن محمد. أيمن بن محمد باش ندخل في الديتاي شوية، كل ما يمشي الفواياج فما حاجات ينساهم، ساعات ينسى تليفونه، ساعات ينسى مفتح كرهبته، ساعات ينسى فليشته جملة واحدة. قال لي توا انت معناها ديغنيغمون في اوغندا ذيك، معناها نسى اللي شريه معناها شوكولاته واللي كادو الكل نساهم، حاسيلو ما نساهم لعائلته كل شيء نساهم في الطياره ما لقاهمش حاسيلو. انطوكا جاني قال لي توا محمد انت بريباراتور مونتال وكل شيء، برا باش نخرجوا شويه من السبور نحكي لك راني عندي مشكله. اي قلت له تفضل احكي لي. قال لي اسمع راني وين نمشي لاي بقعه راني ننسى حاجه. شنو تنسى حاجه؟ قال لي او مره نسيت باسبوري، او مره نسيت نفتح الكهرباء، جيت للبارك خليت الكهرباء غادي، او مره نسيت الحلوى. حسيت قال لي مره نسيت الكاسك نتاعو. قال لي بالله ما عندكش فلسه تنزل لي عليها باش ما عاد ننسى حتى شيء. قلت له اسمعني راهو انا فلسه ما عنديش، اما نجم ندخل تورنفيس نعمل لك اكيد شويه نمس لك خيوط مخك شويه ترجع لاباس عليك. ليش غيقول؟ اما قعدت لي في مخي الحقيقه ذيك وقتها ترشقت بالضحك. انا قال لي كل مره ننسى حاجه دونك ترشقت بالضحك.